عدد مباراة مصر والسنغال هل يبيع اتحاد الكرة الوهم للجماهير؟ خبير يجيب. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. هذا الملف بقوة وسط تأكيدات البلجول للمحكمة الرياضية حال صدور قرار بعدم إعادة المباراة، فهل يقوم اتحاد الكرة ببيع الوهم للجماهير المصرية بشأن هذا الملف؟ أم هناك فرصة لإعادة المباراة؟ ومن جانبه كشف محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية الدولية أن محكمة التحكيم الرياضي ليس لها علاقة بالأحداث التي تحدث داخل المستطيل الأخضر، بمعنى أن المحكمة لا تنظر في الأحداث الخاصة بقانون اللعب والتي تحدث خلال 90 دقيقة. وأضاف أن الاتحاد الدولي في 2005 عندما اعترف بالمحكمة الرياضية كجهة استئناف عن الأحكام النهائية التي تصدر من فيفا، اشترط أن المحكمة ليس لها علاقة بأي أحداث أثناء المباراة لأن ذلك من اختصاص فيفا، ولا يتم الاستئناف على العقوبات أقل من 4 مباريات أو 4 شهور، وعند الفصل في أي نزاع يكون الفصل بقوانين الفيفا. وبشأن أحداث المباراة قال بيومي، لكي يتم إعادة المباراة لابد أن يكون هناك أحداث تؤثر على نتيجة المباراة، وأضاف الخطأ الذي يؤثر على نتيجة المباراة مثل إصابة لاعب بطوبة من الجماهير أو شغب جماهيري أدى إلى توقف المباراة بالإضافة للعوامل الجوية، وأشار لم يحدث أي خطأ أثر على المباراة خاصة، وأن لاعبو المنتخب عند تسديد ركلة الجزاء لم يعترضون على الليزر. وشدد من حق الاتحاد المصري لكرة القدم الاحتجاج على ما حدث، ولكن الاحتجاج سيؤدي لعقوبة مالية على الاتحاد السنغالي أو نقل مباريات أو لعب مباريات بدون الجماهير. وفي نفس السياق